بصراحه فن جميل يشه والوان. من خلال الفنان بيقدر يعبر عن مشاعره واحاسيسه. اهم لوحه انت رسمتها وحسيت ان فعلا اللوحه دي بتتكلم عن حسام الفنان. قبل ما اقول موضوع اللوحه انا عايز بس اقول حاجه لاولياء الامور او اللي عنده طفل، الاول سيبه يشخبط، سيبه يلون. حاجه تانية، ما تخلوش يستخدم الاستيكه. الاستيكه دي بتعلم الطفل التردد وعدم اتخاذ القرار. الاستيكه معلومه حلوه قوي. يعني ما تخلوش يستخدمها، لا سيبه يغلط مره واثنين وثلاثه ويرسم مره واثنين وثلاثه، وبعدين يقارن النهارده ببكره ببعده بالمستوى اللي وصل له. يعني دي معلومه يا ريت الناس تحطها في الاعتبار وتاخد بيها. اما اللوحه اللي انا نفسي ارسمها، لا اللي رسمتها وحسيت ان دي بتعبر عن حسام الفنان، هي لوحه اسمها بنت الريف. بنت الريف دي اللوحه شاركت فيها في كذا معرض دولي واخدت فيها جوائز كتيره جدا، وبصراحه دي حسيت انها بتعبر عني او بتعبر على عن البيئه اللي انا نشات فيها، وكانت بتحكي قصتي بمعنى صح، اللي هي الهدوء. انا دايما طبعي يعني ان انا ما باخدش القرار باستعجال، انا هادي بفكر كويس. لازم اخد القرار كويس، عشان كده عبرت بالوان كلها عباره عن الهدوء والطمأنينه. كل اللي بيشوف اللوحه دي من النقاد في اي معرض كان بيقف قدامها، يعني كان بيقول ان اللوحه دي بتتكلم، خدت بالك؟ معبره لدرجه يعني اللي بيتفرج عليها بيشوفها حاسها بالظبط، وصل لاحساس الفنان. واللوحه دي برضو اتكلمت عنها جريده البلديه الامريكيه الناطقه باللغه الاسبانيه طبعا. دي واللوحه دي كانت سبب ان مواقع كتير كتبت عني في مصر، وجم صوروا معايا، واكتر من قناه برضو. كانت اللوحه دي يعني انا عاملها باحساس، بحس ابداعي داخلي للفنان، لان الفنان زي ما قال صديقي هو عباره عن مجموعه احاسيس بتخرج في الوانه، في ابداعاته، في خياله، وبتوصل للناس. فبتوصل للناس ازاي؟ انا لما بشوف لوحه بتعبر عني بقف قدامها، خدت بال حضرتك؟ فكذلك الناس بتاخدك. كذلك الناس بيشوف الحاله بتاعته او قصته او حكايته في اللوحه، عشان كده بيقف قدامها، بيعرف انها بتعبر عنه وبتحكي قصته بالوانها بقى، سواء الوان سخنه بارده، خدت بال حضرتك؟ القصه كلها بتحكي، فعشان كده بتبقى حاجه مميزه. عشان كده دايما لما بتروح اي معرض تلاقي الجمهور كل واحد راه عند لوحه معينه، خدت بالك؟ مش كله راه عند لوحه معينه، لان كل واحد فينا جواه حكايه داخل اللوحه اللي بيلاقي فيها نفسه وهي بتتكلم عنه بتعبر عنه. بالظبط يا فندم. الفن التشكيلي كان هوايه ام دراسه بالنسبه لك؟ تمام، ولا فعلا هي كانت انت حابب الموضوع فبدات من الصغر؟ ازاي بدات؟ هو القصة عندي كموهبة من صغر، لكن في الوقت اللي كنا بنشتغل فيه وبتاع كان مجال الرسم وكلام من ده مقتصر على المدارس بس، فالحصص وكلام من ده، وكنا بنشترك في المعارض بقى اللي هي الحاجات البسيطة، المسابقات. لكن بعد كده مجال العمل كان في الخط. الخط الأول. الخط عليه عامل كبير جدا وأساس جدا. فطبعا السوق كان بيطلب كده. كانت بقى قصة من ازاي دلوقتي الثقافة اختلفت، انه ممكن ارسم في البيت وكجدريات وكلام من ده، الوضع دلوقتي اختلف، لكن الاول كان موضوع الخط الاول. بعد كده طبعا في سفر بره، والشغل بقى بتاع الرسم ده هو اللي كان النطاق الاوسع، لان بره بيهتموا اكتر بقصة ازاي المكان بتاعه لابد يكون فيه لوحات مرسومة، في فيلل، في قصور، في كلام من ده. ما جينا بقى من بره هنا بقى شغل النحت، شغل الجدريات، المساحات الكبيره، ده اللي كان الحاجه الاكبر يعني. فالقصه كانت مراحل مختلفه وحسب برضه الظروف الاجتماعيه بتاعت الناس. فتبنينا بقى القصه، بعد كده فكرنا بقى ان احنا نعمل تبني المواهب ده ونحقق فيه الاهداف اللي احنا عايزينها، كل واحد حسب مجاله. اهم المعارض اللي تم الاشتراك فيها والجوائز اللي حصلت عليها. المعارض كتير طبعا، مش عارف المفروض ان انا اسميها ولا لا، بس هي الاغلب فيها المعارض الدوليه خارج مصر. اشتركت في معارض دوليه كتير، ومعارض المحليه طبعا هي دايما بتكون معارض خاصه. المعارض الخاصه تبع وزاره الثقافه، اللي هي تبع وزاره الثقافه، حوالي
حوالي 30 او 35 معرض. والجوائز برضو نفس الموضوع، اللي تابع لوزاره الثقافه. اما المعارض الخاصه كتير، ممكن 80 معرض 85 معرض ما شاء الله. اه وجوائزهم سي في محترم والحمد لله كلهم يعني بصراحه سي في جميل، وبحمد ربنا الحمد لله يعني ان بدا يبقى ليا اسم، وبدا يبقى ليا شكل ولون معين الناس عارفاني عن طريقه، خصوصا كمان بعد المؤسسه. احنا دلوقتي بنقدم المواهب قدامنا واحنا اللي ورا. طيب هنتكلم عن المعرض المفروض هيقيم قريبا جدا جدا، ادينا نبذه بسيطه عنه، وعايزين نعرف انت ازاي بيتم الترتيب للمعرض. هقول لحضرتك يا فندم، المعرض اللي جاي لا اتعمل ولا هيتعمل، لان احنا اول ما قلنا ثقه زياده عن اللزوم. لا هي مش ثقه يا فندم، هي تخطيط. هقول لحضرتك هي تخطيط وبهدوء، يعني احنا مش بنفكر نقلد جميل. حد ولا بنفكر نحارب حد ولا نبقى زي حد، احنا بنحاول نقدم حاجه جديده باسم مصر، وبالذات لما يكون مؤسسه الرئيس الشرفي لمجلس الاداره او الرئيس الشرعي لمجلس الاداره دكتور عصام شرف، غصب عننا لازم ناخد كل خطوات محسوبه. طبعا لازم كل خطوات بصراحه الشخصيه دي انا بحبها جدا، وبيعتبر مثل الاعلى بصراحه بامانه يعني. فالمعرض اللي جاي حاجه هتبقى باسم مصر وحاجه جميله جدا. ميعاد المعرض قريب، هنعلن عنه قريب جدا جدا جدا، وكمان هيبقى فيه شخصيات مهمه جدا جدا من الدوله اللي بتدعم الموهوبين، لان حضرتك احنا اول ما قلنا بندعم الموهوبين كل الناس قالت بندعم الموهوبين. ما احنا بقالهم سنين بيعملوا معارض. مين كان تبنى الفكره وعمل المعارض دي غيرنا؟ الحمد لله يعني مش غرور، بس دي كانت اول حاجه ودلوقتي هم بيبنوا نفسهم عليها. فعشان كده المعرض اللي جاي جديد وفكرته جديده، وانتظرونا ان شاء الله حاجه ما اتعملتش ولا هتتعمل بامر الله يعني. طبعا انا كنت سعيده جدا 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 بلقائي مع الفنان هنداوي حسام الدين والفنان يحيى وليف، وكان طبعا هو مش اول مره يكون ليا لقاء معاهم، ولكن ده تاني لقاء ليا، وان شاء الله نكون مستمرين، وهن كمان يعني من خلال البرنامج بنقدر نقول للناس يعني انتظرونا في المعرض القادم، وفي مفاجآت جديره جدا. وشكرا، واستنوني في حلقه جديده من برنامجنا اس ام اس.